وللحديث أكثر حول موافقة مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيدي الكريم، ما أهمية الموافقة على المرسوم بقانون المتضمن إضافة عقوبات تكميلية للعقوبات الأصلية وتغليظ العقوبات المقررة في هذا القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة ومبارك عليكم بقى من الشهر الفضيل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة. اليوم تم والحمد لله الموافقة في جلسة مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طبعا جاءنا هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب علي وإحالتي إلى مجلس الشورى. التعديل ذهب إلى التوسع حسب ما ذكرت أنت في بداية الكلام في تجريم غسل الأموال المتحصلة من الجرائم، بحيث تشمل أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية التي تكون طبعا مملكة البحرين قد صادقت عليها وأصبحت طرفا فيها، وإضافة عقوبات تكميلية بالإضافة للعقوبات الأصلية وتغليظ العقوبات ومنح الجهات المختصة صلاحية فرض غرامات إدارية على المؤسسات المخالفة وتوسيع دائرة الالتزامات المفروضة على المؤسسات لمكافحة جرائم حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها. وحسب ما تعرفون أن هذه طبعا في توسع في هذا النشاط من قبل المنظمات الإرهابية أو التي تعمل في مجال الإرهاب. وكذلك هني يعني رحنا أبعد وتوسيع صلاحية المحاكم المختصة والنيابة العامة بشأن إدارة الأموال المتحفظ عليها وإلزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وحسب ما تعرفون أن الفصل السابع ملزم على كل الدول تنفيذ القرارات التي تصدر تحت هذا الفصل بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله بناء على الآليات والإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء البحريني الموقر. وتصبح مملكة البحرين بموافقة السلطة التشريعية اليوم على هذا القانون في مقدمة الدول المكافحة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بكل أشكاله، ورفع تصنيف مملكة البحرين بهذه الموافقة على هذا القانون وتعزيز مركزها ضمن مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال وملزمة بالقوانين الدولية. نعم وشكرا. نعم سعادة السيد عبد الرحمن جمشير عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.